اول هناخد راي القانون معانا الاستاذ عبد الغني السماحي المحامي بالنقد. مساء الفل يا استاذ عبد الغني، اخبار حضرتك ربنا ايه؟ يخليك. على راسي كله زي وتسلم الفل لي، والله، الحمد لله يا فندم. منورنا. ده نورك يا فندم والله. ايه رايك بقى في الاب اللي بيخطف ولاده، ده عقوبته ايه في القانون؟ وما فيش عقوبه اصلا، وما فيش حاجه اسمها اب يخطف ولاده في القانون. معقوله يعني انا اوديهم لك الويك اند ما ترجعهمش يبقى انت خاطف؟ لا، ما فيش جريمه في القانون اسمها اب يخطف ولاده، ولا أم تخطف عيالها، لو ولا حتى أم هم تخطف رايحين لباباهم برضاهم أو بحكم المحكمة. بالظبط. بالظبط. حلو لا، قوي. مفيش. يعني قول لي، عشان في ناس تقعد تقول لك ده خطفهم، عايز أسمع بقى. مفيش. ده دلوقتي ده راجل أب، يعني ولي طبيعي. مفيش حاجة اسمها، مفيش جريمة في القانون اسمها أب يخطف ولاده، أو طب حتى أمال ليه أم تخطف بيمضوهم في ولاده. المحكمة يا أستاذ عبد الغني، إن هو ياخدهم ويشوفهم ويجيبهم؟ بصي بقى، ما هو المحكمة دي، يعني في القصة اللي قدامنا دي، هل هم في المحكمة قدام القاضي تم الصلح، ولا في مرحلة التسوية الودية؟ في مرحلة من المراحل المحكمة بتعرض الصلح على الطرفين وفقا للشرع. فلو تم الصلح والزوج اشترط على نفسه، والله أنا هعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما هو قال، خلاص هو بقى. بيتهيألي طالما هم وصلوا لحل ان هو النفقة تبقى 1000 جنيه شهريا، فاحنا متصالحين ومتفقين وانت محترم وقد كلمتك. بس ده كده بتخطف حكم ولي العيال ليه الولايات بقى؟ ما يعني. انا مقتنع ان هو خاطفهم، مش قادرة احس انه. طب 4 شهور مش عايز تجيبهم ليه؟ طيب خلينا نفرق بين حاجتين بس، ها، بين الحضانه، عشان دي يعني انت طبعا بتتكلمي ان انت متخيله ان هو خاطف ولاده. لا، هو ما فيش اب بيخطف ولاده. فاحنا نفرق بين الحضانه، حتى لو اتفق قدام القاضي ان هو الحضانه تكون مع الام، ونفرق بين النفقه. فهو اتفق مثلا على نفقه، على نفسه بنفقه مثلا 500 جنيه 1000 جنيه كده، دي خلاص اصبحت حكم نافذ عليه وبينفذ عليه. انما طبعا احكام الحضانه في القانون المصري، بسبب الاشكاليات لو تفتكري اللي كانت في التسعينات والالفينات وكده، فاتمنع تنفيذها بالقوه الجبريه. ما ينفعش بقى ان انا ايه، والله زي ما كنا بنشوف في الافلام زمان لو تفتكري، انا خدت حكم حضانه فاروح جايب البوليس بقى واخد العيال والكلام اللي كان بيحصل في الافلام. دلوقتي مفيش الكلام ده، بيراعوا، لا طبعا بيراعوا نفسيه الطفل، ما عادش فيه الكلام ده. بس دلوقتي بنقول ان هو يعيش مع مين، الحضانه لمين، هي خدت الحضانه، هو دلوقتي واخدهم بقاله 4 شهور، طب ده بس حقه. خلي بالك، خلي بالك من نقطه بس، عشان ايه؟ ها، احنا بنتكلم على ياسمين، المفروض ان هي عندها مشكله صحيه، صح؟ انت عارف ان هو ممكن اصلا يرفع قضيه بيستند فيها لمرضها العدوي دوت. ما هو يا استاذ عبد الغني هو وافق، ما هو وافق، انا وماضي هقول لك على بقى. نفسه، يعني هو دلوقتي هو ممكن يعمل كده. هي حلها ايه بقى؟ هي حلها إيه؟ ها، حلها ان مامتها تاخد الحضانه. ان مامتها هي اللي تاخد الحضانه. بالظبط. طب انا عايز اسال حضرتك على حاجه، ايه اتفضلي. عشان برضو الستات كتير بتسمعنا، واحيانا بيحصل انفصال او طلاق، فبتبقى خايفه ان هو ياخد منها حضانه الاولاد. انا اعرف ان هي لو بتعمل حاجه مش كويسه، يعني لو هو صورها فوضع مش كويس، او 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 بتسهر، بتتاخر، شغلانتها بتخليها ما بتشوفش عيالها كتير، ده من حقه. ودلوقتي حضرتك تقول في حاله المرض ان هي تكون قادره تراعي انت عيالها. حضرتك عايزه تعرفي الحالات اللي فيها ارجوك يتم اسقاط الحضانه. ارجوك. بص يا ستي، هم 6 حالات. لو تم اتهام الام بحكم قضائي يكون نهائي في قضيه تمس بالشرف. دي واضحه. الحاله الثانيه ان الام تتزوج من راجل اجنبي، يعني راجل غريب عن الولاد. من حقه انه ياخد الحضانه. بس هو لازم يثبت ان لازم يثبت الزواج. يعني الزوج هو اللي لازم يثبت ان الام تزوجت، لان طبعا في بعض الاحيان، معرفش انت تعرفي ولا لا، الام بتلجا للزواج العرفي. طبعا يبقى العيله كلها عارفه، هو مش لازم هو يعرف حاجه ما بالظبط. تخصوش. هو لازم يثبت النقطه دي. تمام. الحاله الثالثه بقى، لو هي امتنعت عن اللي هو خد حكم رؤيه، وهي امتنعت عن اعطائه حقه في الايه، في رؤيه الطلاق. كم مره؟ 3 مرات. 3 مرات لو هو ليه حكم رؤيه، يعني من حقه ان هو عليك. ياخد الحضانه. في الحاله دي بقى، طالما انت خدتيها تفصيل نكملها تفصيل. ارجوك. ايوه، لان انا بشوف امهات فعلا بتمتنع عن الرؤيه. بتمتنع 3 مرات. اصل البنت كان عندها دكتور سنين فما عرفنا الجمعه. هو في الحاله دي بقى يعرض الامر على قاضي التنفيذ، واللي يؤمر بانذار الحاضنه، تمام، بتنفيذ حكم الرؤيه. وفي حاله امتناعها بقى تسقط الحضانه. ل3 مرات لو امتنعتي ثلاث مرات بالظبط، بس عن طريق قاضي التنفيذ برضه. برضه ما بتتمش كده، بس خلي بيثبت بالك. عليها انه 3 مرات. انا كنت جايه اشوف بنتي وانتي. القانون بيقف، يعني انا دايما اكررها لك برضه، القانون الاحوال الشخصيه في مصر بيقف قلبا وقالبا مع الام.
ما هو دلوقتي الرجاله هي اللي بتشتكي يا استاذ عبد الغني. بالضبط. يعني انا بشوف الرجاله يعني بقوا يكتبوا بوستس على الفيسبوك ومناشده ومش عارف ايه، الرجاله هي اللي بتشتكي فعلا. ايوه القانون فعلا انا بشوفه منصف جدا للمراه لانه هي ام. بالظبط. طب والرابعه، الحاله الرابعه؟ الحاله الرابعه بقى في حاله اهمال الحضانه بقى. كان في عدم امانه في تربيه الطفل، بتسيب الولد وتمشي. في رجاله بتقعد تصور فيديوهات، يفضل مستني مثلا الساعه واحدة بالليل تحت البيت عشان يثبت الهانم لسه ما جاتش. افرض يا اخي ان هي شغلها بالليل يا اخي. لا احنا ومنيمه العيال ومامتها معاهم، حاجه ما تخصكش يا اخي. لا احنا هنخلينا في لو احنا حسن النيه يعني ان هو يثبت دوت مثلا عن طريق ان الولد بيسقط كتير في المدرسه، ما بيروحش المدرسه. طب ابنك على قده وطالع لك. يبقى غلطتي انا، انا ربيته وعلمته وكبرت، ابنك على قده ومش بيركز ومش ذكي زيك، يبقى انت تحاسبني انا وتاخدهم. انا بقول لك ده مثال. طب والخمسه بقى كمان؟ الخمسه بقى ان هي تكون مريضه المرض العضوي اللي انا بقول لك عليه. لو ممكن لو هي بتتعالج لو لا قدر الله كيماوي او على كرسي متحرك او مرض بيخليها ما تقدرش تقوم بمهامها كأم. خلي بالك. بالظبط. وخلي بالك القاضي برضه بيقيمها طبعا، يعني القاضي ممكن يشوفها هي مريضه ولكن هي قادره على تربيه الابناء. وبرضه بكرر لك يا سالي ان القضاه في مصر يعني ولله الحمد ما بيحرموش ام من عيالها. دي حقيقه، دي حقيقه. خلي بالك الموضوع مش بالبساطه اللي الامهات متخيلاه. لا انا بشوف لا ان قضاءنا لا قضاء قضاء عادل، وشفت كتير في كذا حد من صحابي وكذا حد من اللي حواليا، دي حقيقه. القضاء في مصر رحماء جدا بصراحه في النقطه دي، وحتى القاضي حتى لو كان اللي قدامه الورق بيحكم واوبزرفر بيشوف هل هي قادره ان هي تساعد نفسها، تعمل كذا تعمل كذا، اكيد ليه نظره. طب والحاله السادسه؟ طبعا الحاله السادسه اللي هي بلوغ الصغير بقى سن 15 سنه بيخيروه انه يقعد مع والده او والدته. فهي دي الحالات اللي تسقط فيها الايه؟ الحضانه عن الام. غير كده ما فيش قاضي في مصر. طب هل دلوقتي في طريقه وديه ان احنا نجيب العيال؟ هي الطريقه الوديه ان هي ترفع تعرض الامر على قاضي التنفيذ، تعكس. هي عملت كده دلوقتي وبقى لها 4 شهور وخدت حكم ان هم يرجعوا لها، ده يتنفذ في قد ايه ولا ده نعمل ايه؟ في هل لا انا مش عايزين قوه جبريه والحاجات اللي حضرتك قلتها، بس انا عايزه حقي اعمل ايه؟ لا لا هو اللي هو التنفيذ بيتم بشكل سريع، خلي بالك ما بيطولش لو هي خدت الحكم. يعني مش محتاجين احنا نروح للاسم اللي جنبنا وهاتوا لي عيالي و... لا 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 او وهم نازلين يشتروا حاجه خدهم انا كمان زي ما هو خدهم. فعلا للاسف ده ممكن. للاسف ده فعلا وبيحصل. انا بشكر حضرتك ونورتني. ميرسي يا استاذ عبد الغني، ميرسي جدا.